السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة العقود، ساعات العقود بتاخد وقت كتير جدا لحد ما الأطراف تستقر عليها وتتفق عليها، وممكن بعد كده يكون في ثغرات أو في مشاكل تظهر بعدين. في موقع اسمه دوكومنت كرانش، ده بيعتمد على الذكاء الصناعي في فحص الوثائق واكتشاف الثغرات واكتشاف المشاكل الموجودة فيها وتنبيهك ليها ووضع اقتراحات لحل المشاكل. And helpful tips for each provision type. فأنت مجرد ان انت ترفع له الملف هو يبدا يفحصه ويبدا يقول لك فين المشاكل اللي موجوده. تقول له ساين ان. اول ما بترفع الملف بيقعد تقريبا 5 دقايق ويبدا يجيب لك الملف، يكون متراجع ويكون فيه تنبيه للحاجات اللي هي مش واضحه في العقد، الحاجات اللي ممكن تسبب مشاكل في المستقبل.